بيدي انذارات وبيعمل بلاغات وعاوز يركب الموضوع وبيقف ياخد العزة وقاعد يعمل لنا حاوي. ها علشان ايه؟ عشان سحر الكاميرا، عشان سحر الكاميرا. ما انا على قديم وخلود، انا على قديمه قوي، يمكن شكل صغار. فقد لنير اشرف مرتين واسفه على اعلام يسيره لترند. حالة تأييد الحكم، لماذا يتم اعدام قاتل نير اشرف فجرا؟ السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. دي تفاصيل الحكم حكمت فيها، القضية خلصت وخلاص، حكم على الولد بالاعدام وفي نقد، هيتقبل او ما يتقبلش مش قصتنا، ولا تعاطف مع المتهم، هذا هو القصاص وخلاص. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حاجة تانية، بنتكلم قد ايه كان في مثالب. النقض هيترفض واسرع تنفيذ حكم اعدام هيكون فيه، زي ما انا قلت في الاول لو تفتكروا، اسرع حالة هتكون القضية ديت وتمت، اسرع حكم وتمت، ولا انا بقول لكم دلوقتي اسرع تنفيذ حكم اعدام هيكون على مستوى الجمهوريه كلها هو هذا الحكم. تنفيذ حكم اعدام هيكون على مستوى الجمهوريه كلها هو هذا الحكم. بعد قتل نير اشرف مرتين واسفة على اعلام يسيره ترند. رأي بعد قتل نير اشرف مرتين واسفة على اعلام يسيره ترند. سياسة الترند خلقت حالة من الاستسهال والطمع في صناعة المحتوى الاعلامي وفي تلقيه، فلم تعد تكفي دائرة صغيرة من الجمهور المستهدف في الوقت الذي اصبح من الاسهل استهدافه كله بكافة شرائحه واهتماماته عن طريق إعطائهم ما يريدونه. الجمهور عاوز كده، هذا الجمهور لم يعد من السهل إرضاه وجذبه سوى بالكلمات الرنانة. ربما تحتاج بعض الوسائل الإعلامية لإعادة النظر في سياستها التحريرية، وربما في أهدافها ودورها في المجتمعات، وربما يجب أن نذكر أنفسنا يوميا بمدى قوة الإعلام وقدرته على توجيه الرأي العام وتغييره نحو الأفضل أو الأسوأ، وهو الأمر الذي سمعنا وقرأناه عنه ورأيناه على مدار الأزمان. حال تأييد الحكم، لماذا يتم إعدام قاتل نير أشرف فجرا؟ قبل شهر وتحديدا يوم الاثنين 20 من يونيو الماضي، شهد المجتمع المصري واقعة بشعة ومحزنة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تعدى على إحدى الطالبات تدعى نير أشرف أمام جامعة المنصورة. بسلاح أبيض وسدد 19 طعن لها ثم قتلها، يشغل الحادث رأي العام. وحتى الآن ما زال رأي العام مشغولا بهذا الحادث حتى صدر حكم الإعدام على القاتل محمد عادل في وقت يعد وجيزا للنظر في مثل هذه القضية. وإذا سار الكثير حول أسباب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين فجرا، ولماذا لا يتم تنفيذه في وقت مختلف في أوقات اليوم؟ قد يعتقد البعض أن تنفيذه في توقيت الفجر هو أمر طبيعي دون أسباب، لذلك فإن هناك أسباب مختلفة أدت لاختيار وقت الفجر دون باقي أوقات اليوم لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال محمد أبو جمل المستشار القانوني لموقع صدى البلد، بعيدا عن مختلف الآراء التي يتداولها كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي، فإن تنفيذ حكم الإعدام فجرا يعود إلى أسباب تاريخية وهما توضحه بحوث علم الإجرام التي يتم تدريسها في كليات الحقوق. وفاة جدة محمد عادل قاتل الطالب نير أشرف ووالدته ماتت من الحزن عليه. توفيت صباح اليوم الخميس جدة محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل الطالب نير أشرف، وذلك بحسب تصريحات محمد عمارة خال محاط، ولم تدل النقابة برد حولها. في سياق متصل، ما زالت قضية نير أشرف المعروفة عالميا بفتاة المنصورة تحمل الكثير من الألغاز والتفاصيل المبهمة. هذه الفتاة التي لقيت مصرعها على يد زميلها محمد عادل، ولم يتوقف أحد عن البحث في أدق الأمور الخاصة، إذ حاولت الكثير من الشائعات النيل من سمعتها وشرفها بشأن فض غشاء بكرتها، ولكن ثبت في تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف عن غشاء بكرة المجن عليها تبين أنه سليم ويخلو من أي تمزقات قديمة أو حديثة. بلاغ للنائب العام ضد أهل نير أشرف وتهديدهم للإعلامي أحمد رجب.
بلاغ للنائب العام ضد أهل نيجيرا أشرف وتهديدهم للإعلامي أحمد رجب بعد كشف وقع بلطجة ضد القاتل وتحريض على قتل نيجيرا. قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقد بلاغا للنائب العام ضد أهل نيجيرا أشرف قتيلة جامعة المنصورة بعد أن كشف الإعلامي أحمد رجب مستندات ووقع بلطجة بواسطة أصحاب سوابق بتحريض منهم وأن قتل نيجيرا كان أيضا بتحريض من أحد أفراد أسرتها، وادعى الإعلامي بتعرضه للتهديد من أهلية نيجيرا. وطالب محفوظ مقدم البلاغ محاكمة أهلية نيجيرا أشرف على تلك الأفعال. وطلب محفوظ مقدم البلاغ محاكمة أهلية نيجيرا أشرف على تلك الأفعال. بدأ أيمن محفوظ بلاغه باعتبار أن النائب العام هو محامي الشعب ومن وهبهم الله للحفاظ على تطبيق سيادة القانون، وقد تم الظهور بعض الأدلة والمستندات التي تؤكد على أن المتهم محمد عادل بقتل نيجيرا أشرف فتاة جامعة المنصورة أنه تعرض إلى سلسلة من عمل البلطجة والتنكيل به من أهل نيجيرا. شقيقة نيجيرا أشرف تتلقى تهديدات بالتشهير ووالدها يفجر مفاجأة. انشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بتطورات جديدة في قضية نيجيرا أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد زميلها أمام إحدى بوابات الجامعة. فجرها والدها أشرف عبد القادر حينما كشف أن هدير شقيقة نيجيرا تلقى تهديدات على فيسبوك لشخص يدعى عمر الكاشفة، وتعليقا على ذلك قال الوالد أشرف عبد القادر أن ابنته هدير تلقت تهديدات بالتشهير من عمر الكاشفة نافيا ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تعرضها لتهديد بالقتل مثل ما حدث مع شقيقتها نيجيرا. من ناحيته روى عمر لطف الكاشفة وهو الذي تقصده الأسرة القصة الكاملة لتفاصيل يزعم أنها حدثت بينه وبين هدير شقيقة نيجيرا، وذلك في بث مباشر عبر صفحتي على فيسبوك. وقال الكاشف انه تحدث مع هدير بالفعل وكانت بينهما محادثات بعضها مسجلة دارت حول وجود طرف ثالث له دور في عملية القتل، وتم كشفه بصور من كاميرا المراقبة لحظة الحادثة. كذلك ظهر في العزاء وهو ما لم تتقبله هدير وتعاملت معه بعصبية حسب قوله. ابو شقة يعلن تطوعه للدفاع عن نيجيرا اشرف. يبدو أن تطورات قضية نيجيرا أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد زميلها أمام إحدى بوابات الجامعة ما زالت مستمرة بعدما كشف أشرف عبد القادر والد الضحية أن هدير شقيقة نيجيرا تلقت تهديدات على فيسبوك لشخص يدعى عمر الكاشف. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب تصريحات أحمد رجب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.